يعني النتيجة أن القرآن الكريم علمنا الخلق العالي. يقول الجاهل اللي ما عنده استعداد لأن يستفيد من عندك ما داعي تضيع وقتك ويا ولا تضيع كلامك ويا. بالفعل والله أكو بعض الأمور ما أصبح أكو قيمة لأن تبحثها، قيمة لأن تبحثها ما أكو أبدا. ما أنا أتخطر قبل يومين كنت أسمع شريط للداعية هذا الإسلامي الشيخ حمد الغزالي موجه له واحد سؤال يقول له صحيح أن الشيعة عندهم قرآن غير؟ قال له يا أخي عيب هالحكي هذا، آخر 1400 سنة ما لقيت لكم نسخة من القرآن وينه؟ أخي مو عيب هالحكي هذا يومية قال ترددون هالحكايات علشون بيها؟ عيب هالحكي هذا. الواقع من هالنوع نعم أكو من هالنوع، ولكن هو مسكين بعد ما نفى هذا طاح له بمشكلة أخرى. قال ايه ما بقى مش عارف انا دي حكاية المتعة عندهم ايه هاي جماعة، ما هاي اللي مش عارف انا، هاي المصيبة، هاي هاي المصيبة، مصيبة المصائب. ما تقول لي ما ويصور الكياها انه امرأة تقوم من شخص تروح الى شخص اخر، ويصور الكياها زنا يعني عينا. على العموم هذا شيء فاضح مع الاسف، يعني بعد انتشار الوعي الاسلامي الان الشبيبة المسلمة الشباب ما اعتقد اكو عندها الحواجز، شباب يطلع الى فكر اسلامي ويوحد المسلمين ما يمزقهم. عيب اذا اطلعوا على هاللون من الخلافات اللي ما وراءها نتيجة، هاي خلافات الواقع تضر الفكر الاسلامي قبل ان تضر اعداء الاسلام. فواقع الامر الان لما ادرس لي واحد ادرسه من فكرة، ادرسه من كتابة، يعني انا الان ما اقدر انقل نظري عن الامام ابي حنيفة ما لم ارجع الى فكرة، ما اقدر انقل عن الامام مالك ما لم ارجع الى الموطأ، ما اقدر انقل عن الامام مثلا احمد بن حنبل ما لم ارجع الى المسند، كون ارجع الى كتبهم يلا اروي عنهم.